بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ فاطمة. إذا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة عن وصفة حصرية لذيذة المذاق ورائعة المنظر، وهي عبارة عن كيكة بثلاث مكونات فقط. غندوزو باش نشوفو المقادير وطريقة التحضير. اذا لتحضير الكيكه ديال اليوم غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات اللي غادي نعزلوا الصفر ديالهم على البيض ديالهم. غادي نحتاجوا 120 غرام ديال الشكلاط الابيض، وهو ما يعادل 19 حبه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. غادي نحتاج 120 غرام ديال الجبن يكون القوام ديالو كريمي. بالنسبه لي انا اختاريت نخدم بكيري، ولهذا الغرض احتاجيت 8 ديال الحبات اللي هي كتعادل 120 غرام. اذا هنايا بالنسبه لاول مرحله كنديروها قبل ما كنبداو الخدمه ديال الكيك ديالنا، ربع ساعه قبل كنسخنوا الماء مزيان وكنديروه في لاطه ديال الفرن، لاننا غادي نحتاجوا اننا نطيبوا الكيكه ديالنا في البان ماري في الفران. وهنايا كنكون وجدت هنايا عندي واحد البان ماري اللي كنوضع فيه الشكلاط وكنتسنى عليه انه يذوب، وبين ما ذاب لي الشكلاط غادي ندوز وغادي نطلع بيض البيض. اذا هنايا كندوز باش نطلع بيض البيض ديالي. بالنسبه للنساء اللي ما كيتوفرش عندهم الطلب الكهربائي، ممكن انكم توضعوا الاناء في حمام مريم، يعني ناخذ واحد حمام مريم ونحطوه ما يكونش فوق النار، نجيبوه ونديروا البيض في وسطو ونطلعوا بواسطه اليد. فعلا هو كيتطلب يعني وقت اكثر وجهد اكثر، ولكنها طريقه يعني غتخدم لكم الا ما كانش كيتوفر عندكم الطلب الكهربائي. غندوزو هنايا نطلعوا البيض ديالي. اذا هنايا باش كنتاكدوا بان بيض البيض طلع، فكناخذوا الاناء ديال اللي طلعنا فيه بيض البيض وكنقلبوه. الا ما تحركش كنعرفوا بان يعني المرحله ديال تطلع البيض البيض كملنا. اذا هنايا كيف ما كتشوفوا الشكلاط ديالنا داب، غادي نزيد عليه قطع ديال كيري وغادي نتسناو حتى ينسجم الخليط مزيان. دائما على حمام مريم كنخليوه فوق النار. اذا هنايا من بعد ما نسجم ليا الشكلاط ديالي مع الجبن كيري، الحاجه اللي نشير ليها في حاله ما اذا يعني الحبيبات ديال الجبن كيري بقات باينه عندكم بزاف، تقدروا تستعملوا الطراب اليدوي اولا الطراب الكهربائي كما درت انا. هنايا غادي ندوزو غادي نضيفو صفر البيض، ولكن نخلطو بسرعه باش نتفاداو انه يطيب معنا. دائما حنا مازالين فوق البان ماري، ما غاديش نحيدو الخليط ديالنا من البان ماري حتى نبغيو نضيفو بيض البيض. اذا غنخلطو بسرعه على ما ينسجم الخليط. هنايا غادي نحيدو الخليط ديالنا من فوق البان ماري، هاكي كتشوفوا القوام ديالو ولا بحال هكا. هنايا بالنسبه لبيض البيض حنا ما غاديش نزيدوه دفعه واحده، غادي نقسموه على ثلاثه ونحرك يعني غير بشويه باش نتفادى انه يتكسر بيض البيض. اذا هنايا من بعد ما ندمج البيض البيض الكميه الاولى من بيض البيض مع الخليط ديال البيض والشوكولاته والجبن، غادي ندوز وغادي نضيف الكميه الثانيه. وغادي نحركوا بنفس الطريقه، يعني نستمروا بالتحريك بهذه الطريقه، هذه هي اللي كتخلي بيض البيض ما تتكسرش معانا. نتمنى انها تكون واضحه معكم. غادي نستمر هكا، غادي على ما يندمج ليا الجزء الثاني من بيض البيض، وغادي نزيد اخر جزء بقالي وغادي ندوزو باش نشوفو التتمه ديال الوصفه. اذا هنايا من بعد ما ساليت اخر جزء من بيض البيض، الخليط ديالي كيولي القوام ديالو بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ المول ديالي غادي ندخلو للفرن، كنغلفو بابي دو كويسون وكندهنو بشويه ديال الزيت باش كنتفادى انه يلتصق معايا العجين ديالي، وكندوز وكنخوي الخليط ديالي هكذا ما يبانوا لي واحد
طبيبات باقيين ما مندمجوا. غنطوي الخليط ديالي في المول بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للمول الدائري فحاولوا يكون القياس ديالو تقريبا 18 سنتيم. هنا عندي عفوا يكون بالنسبه للعبر ديال المول ديالكم يكون الا كان مدور يكون القطر ديالو 15 سنتيم. بالنسبه لي هنايا عندي 18 سنتيم على تقريبا 10 حيت الشكل ديال الاناء ديال المول ديالي مستطيل. هنايا غادي نحاول نبدا نضرب يعني الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه باش نتفادى انه تكون لي حبيبات. هنايا هذا هو حمام مريم ديالي كنت وجدته ملي بديت تحضير الوصفه. غادي نتسنى غادي نخلي الفرن ديالي على درجه 180 درجه حتى 190 وغادي نتسنى عليه يطيب. يعني فاش يقرب الكيك ديالي يطيب غادي نطفي عليه وغادي نخليه في وسط الفرن باش ما يتفش ليش بزاف. اذا هنايا الكيك ديالي طاب وكيف ما كتشوفوا فهكذا ولا الشكل ديالو. طفيت الفران هنايا وغادي نخليه مده ربع ساعه وعاد غادي نخرجو من الفران ونتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالو والقوام ديالو من الداخل. اذا هنايا من بعد ما وجد الكيك ديالنا دردرنا عليه شويه ديال السكر كلاصي كيبقى اختياري على حسب الذوق. غنوريكم القوام ديالو كي كيجي من الداخل يعني كيجي القوام رائع متماسك وكيكون خفيف بزاف في الاكل ما كنحسوش به كيقهمنا. اذا هذا هو الشكل ديالو عن قرب. اذا هنا عجبتكم الوصفه ديال اليوم المرجو الضغط على زر الاعجاب وما تنساوش تشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاشتراك في القناه ديالي باش توصلوا بكل جديد. بالصحه والراحه وبقاو معايا لانه جاي كيك بجوج ديال المقادير فقط. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.